بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا مع موضوع الـ Discovery Methods لو تفتكروا، فاكرين في الـ Administration هنا Hierarchy Configuration Discovery Methods كنا اتكلمنا مع بعض على ثلاث أشكال من أشكال الـ Discovery: Active Directory System Discovery و User Discovery و Group Discovery. دول خاصين بالـ Active Directory، وقلت لك لو أنت عايز تديسكفر ريسورس ما تقدرش تجيبه عن طريق الـ Active Directory، هتستخدم بعد كده الشكل الرابع اللي هو النتورك ديسكفري. قلت لك النتورك ديسكفري مينلي بيعتمد على الايه، الاس ان ام بي. كان في اوبشن هنا كنا فوتناه المره اللي فاتت اسمه نتورك سبيد، نتورك سبيد اللي هو سلو نتورك. بص بيقول لك ايه، بيقول لك ميك اوتوماتيك ادجستمنتس فور نتوركس ذات هاف لو باندويث، فور اكزامبل دبل ذا اس ان ام بي تايم اوت فاليو اند ريديوس ذا نمبر اوف اس ان ام بي سيشنز. هو انا دلوقتي لما اروح اكلم اي اس ان ام بي ديفايس، انا ببعت له ريكوست وهو بيرسبونس، وبعد كده بنفتح سيشن ما بيني وما بينه. حلو. لو انا على سلو نتورك، سلو نتورك دي معناها ايه؟ شبكه بطيئه. زي مثلا احنا فوان، يعني الناس اللي انا بكلمهم دول راوترات، انا عمال اقول لك هوب ومش هوب وهتنط كام نطه، والحوارات اللي احنا اتكلمنا فيها مع بعض المره اللي فاتت دي. فرضنا ان الدنيا دي مش داخليه، يعني انا دلوقتي فوان مثلا، ممكن السرعه ما بيني انا وما بين الهوبس اللي بعد مني او الناس اللي انا عايز اعمل لهم ديسكفري تكون بطيئه. فلما اجي ابعت اس ان ام بي ريكوست من عندي، المفترض الطبيعي لو انا جوه لان الريسبونس يجي لي بسرعه، صح كده؟ طيب فرضنا انا في وان بقى، ها بيقول لك استنى شويه، يعني هنعلي هندبل، دبل يعني هنضاعف التايم اوت، يعني الوقت اللي انا هنتظر فيه ان الراجل اللي قدامي ده هو يرد عليا لحد ما اتاكد ان هو ايه افيلبل او لا، وبالتالي هزود عدد السيشنز ما بيني وما بينه. يعني اهو بص، دبل في اس ان ام بي تايم اوت فاليو اند ريديوس ذا نمبر اوف اس ان ام بي سيشنز. مفهوم؟ طبعا دي مش هعلم عليها لو انا داخل ايه، الشبكه الداخليه، لو انا داخل اللاب. صعب الكلام؟ في مشكله؟ طيب ده كان الكلام اللي انا ايه كنت عايز اقوله لك المره اللي فاتت. ابلاي اوكي، خلاص يا اخوانا اتفهمت كده القصه دي. ناقص لنا اتنين، هناخد منهم واحده النهارده وواحده المره الجايه ان شاء الله. يعني الاكتيف دايركتوري فورست ديسكفري هناخدها النهارده بس مش دلوقتي. يعني انا يهمني جدا في الكونفيجريشن مانجر انك تمشي بترتيبي انا، مش بالترتيب اللي انت شايفه. اما الهارت بيت ديسكفري دي هناخدها بعد ما انستول الكلاينت، بعد ما انستول الكلاينت، لان تحديدا الهارت بيت ديسكفري دي عباره عن ايه، ها دي الكلاينت بيستخدمها علشان يرفرش الدي دي ار ريكورد بتاعه جوه الداتابيس، ودي اللي انيبلد باي ديفولت. لا باي ديفولت كل 7 ايام، باي ديفولت 1 ويك يعني كل 7 ايام. ماشي. دي ملهاش علاقه بالديسكفرد ريسورسز العاديه، لا انا عملت ديسكفري لريسورس معين وعملت انستول للكلاينت، الكلاينت بقى نفسه يرفرش الدي دي ار ريكورد بتاعه جوه الداتابيس كل 7 ايام، لان في بعد كده في السايت مينترنس زي ما هنشوف انك انت هتدلت الدي دي ار ريكورد الخاص بالان اكتف كلاينت. احنا كنا خدنا تدلت الدي دي ار ريكوردز الخاص بالديسكفري ريسورسز، مفهوم؟ يعني واحد انا اكتشفته ولو دي دي ار ريكورد عندي لكن مش كلاينت، ده اللي هي باي ديفولت كل 90 يوم. انما انا دلوقتي الوضع مختلف، يعني انت لو جيت هنا دلوقتي وقفت على السايت وعملت رايت كليك على السايت وقلت له سايت مينترنس، هتلاقي في حاجه اسمها، بص احنا خدنا مع بعض ديليت ايجد ديسكفري داتا، هبص تلاقي تحت هنا ديليت ان اكتف كلاينت ديسكفري داتا، ان اكتف كلاينت، ان اكتف كلاينت يعني هو كلاينت ولو دي دي ار ريكورد عندي ما جاش عمل رينيوال للريكورد بتاعه جوه الداتابيز، مفهوم؟ فلو انت فعلت دي، هي باي ديفولت طبعا ايه غير مفعله، لو انت فعلتها يبقى لازم تخلي الكلاينت يرينيو الدي دي ار ريكورد بتاعه. انت ترينيو الدي دي ار ريكورد بتاعك ازاي؟ عن طريق ما يسمى بالهارت بيتس، عن طريق ما يسمى باللي يا معلم، ها بالهارت بيتس. يبقى الهارت بيت هستخدمها علشان ابديت الدي دي ار ريكورد الخاص بالكلاينتس في الداتابيز، وبتبدا تران الهارت بيت على الكلاينت نفسه، يا اما في سكادول، يا اما في سكادول، يا اما هي ليها سايكل هناك في الكلاينت، ممكن تقول له ايه دلوقتي روح ها رينيو دي دي ار ريكورد بتاعك والداتا بيس. يعني انت ممكن تعمل لها اب تو ديت عن طريق حاجه اسمها ديسكفري داتا كولكشن سايكل،
في الاكشن تيب اللي موجود في الكلاينت سوفت وير. لما ننزل كلاينت هوريها لك. الهارت بيت ديسكفري دي للكلاينتس بس، للكلاينتس للكونفيجريشن مانجر كلاينتس. البرينترز دي انا جاست بجيبها بالنتورك ديسكفري، انما ما ينفعش تبقى كلاينت ليا اصلا، مش هينستول عليها الكلاينت، مش هتنحذف اقول لها دي دي ار ريكورد. طيب اصلا ما يهمنيش اذا كان البرنت ديفايس له دي دي ار ريكورد ولا لا، وجاست هجيب لي معلومه بس ان في ديفايس اسمه كذا، فاهم؟ انما ده ما ينفعش انستول على الكلاينت اصلا، مفهوم الكلام؟ انما هو هيجيبه ليه؟ نتيجه ان انا قايل له في النتورك ديسكفري ديسكفر الريسورسز اللي ليها اي بي في السبنت الفلانيه. خلاص يا اخوانا؟ طيب اتفهمت القصه دي؟ حلو. تعالى بقى ننزل سلمه لتحت ونتكلم في الباوندريز. الباوندري يا اخوانا ده معناه ايه؟ النتورك لوكيشن، النتورك لوكيشن اللي الكلاينتس قاعدين فيه، ده الاطار او الحد اللي انا هبدا اشتغل عليه. كلمه اشتغل عليه دي مش معناها ان انا ما ينفعش اشتغل بره منه، لا، بس الباوندري هنا الباوندري ما يهمنيش انا كسايت سيرفر، انما يهم مين؟ يهم الكلاينت وهو بيعمل اوتو جوين او اوتو اساينمنت داخل السايت. ركز معايا في الحته اللي جايه دي. الباوندري باختصار شديد قوي هو عباره عن النتورك لوكيشن اللي الريسورس، اللي الريسورس بيبدا يشوف نفسه فيه. حلو كده؟ يعني لما تيجي تقول له انا عايز اكريت باوندري هتفهمها حالا دلوقتي. هقول له مثلا على سبيل المثال انا عايز اكريت باوندري اطار، يكون هذا الاطار هو اي بي سبنت معينه او الاكتيف دايركتوري سايت بتاعي او اي بي فيرجن 6 بريفكس او اي بي ادرس رينج. يعني سي مثلا على سبيل المثال انا اجي هنا جوه الاكتيف دايركتوري سيرفر. ركزوا معايا عشان الحته دي مهمه جدا جدا. لو جينا فتحنا اكتيف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي. ده السايت بتاعي بالديفولت نيم اللي هو ايه؟ ها ديفولت فيرست سايت نيم. طيب احنا اتعلمنا مع بعض في كورس الاكتيف دايركتوري انك يمكن انك تعمل له رينيم، يعني مثلا ممكن اسميه المين اوفيس، صح كده؟ مثلا على سبيل المثال ده لعب في الكونفيجريشن بارتيشن، تمام؟ وقلت لك الصح كمان انك تكريت سبنت للسايت ده 192 168 واحد زيرو على 24 وسلكت السايت واقول له اوكي. فلو جيت وقفت بعد كده على السبنت دي وجبت البروبرتس الخاصه بيها هتلاقي ان الايه؟ ها السبنت دي مربوطه بهذا السايت، مفهوم الكلام؟ مفهوم. وبالجروب بوليسي انت ممكن كمان ايه؟ ها تفتح البراوز ده وتحدد لها لوكيشن تستخدمه بعد كده وانت بتسيرش على برينتر وهكذا، صح؟ حلو. الكلام ده كله قديم في الام سي اي تي بي وقبليه في الام سي اس سي، معايا؟ طيب ايه الجديد بقى عندي اللي انا عايز اقوله في الكونفيجريشن مانجر؟ ايه المعلومه اللي انا عايز اقولها في الكونفيجريشن مانجر؟ الكونفيجريشن مانجر بعد ما تعمل ديسكفري للريسورسز بتختار شويه تشتغل عليهم، لان انا مش معقول ان انا اديسكفر الشبكه بتاعتي والشبكات الاخرى وليكن مثلا عن طريق النتورك ديسكفري واشتغل على الهيلمان ده كله. يعني انا ممكن السايت بتاعي يكون سبنت معينه انا عايز اشتغل عليها بس، وبقيه الفروع عندهم مثلا برايمريز ثانيه. بلاش يا عم الموضوع ده، انا ممكن اكون عايز قبل ما انتقل للبرودكشن انفايرمنت انا عايز اعمل لاب انفايرمنت. يعني انا عايز اطبق الافكار بتاعتي او الكلام ده هو بدل ما اطبقه على فيرتشوال ماشين عايز اطبقه على مجموعه اجهزه معينه داخل الشبكه، هم دول بس اللي انا عايز الاحظ عليهم تاثير الكونفيجريشن مانجر، اتفرج الكونفيجريشن مانجر هيعمل فيهم ايه، وبعد كده ابقى ايه؟ ابقى ازود. فالباوندري هنا هو مشتق من الديسكفري، يعني ليس كل ديسكفري تحت الباوندري، ولكن الباوندري الحد هو جزء من الديسكفري ريسورسز. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ ده الاطار اللي انت ايه؟ ها بتحدد بيه ها المنظومه اللي انا هتعامل معاها، الريسورسز اللي انا هتعامل معاها. فلما تيجي تكريت باوندري بقى جوه الكونفيجريشن مانجر بتقول له ايه؟ يا اما الحد بتاعي السبنت دي، يا اما الحد بتاعي الاكتيف دايركتوري سايت ده. هبص ليه جايب لك من اوفيس دلوقتي، بص عمل كونكت دلوقتي على الدومين كنترولر تحديدا على الكونفيجريشن بارتيشن وجاب المعلومه منه،
مفهوم الكلام؟ او تقول له ايه يا ريس، ها، او تقول له ارينج الاي بي فيرجن 6 ده، او تقول له ايه الاي بي ادرس رينج الفلاني من كذا لكذا، يعني ستارت اي بي واند اي بي. الفرق ما بين الرينج وما بين السبنت، السبنت انت تدي له سبنت كامله، اما الرينج ستارت اي بي واند اي بي، مش شرط السبنت كامله. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ طيب تعالى نعملها ازاي. تعالى هقول له مثلا الرينج بتاعي يا ريس السبنت اللي النتورك اي دي الخاص بيها 10 بالماسك ده، بص هو لوحده اتعلمه. مفهوم الكلام؟ اسميها مثلا اي بي سي مين سبنت، ماشي؟ ما انا جاي لك اهو، ماشي. هقول له ايه، ها، ابلاي اوكي. فضاف عندي الباوندري اهو، يمكن انك تعمل انذر باوندري. ازاي يعني؟ انا ممكن اراك ليك تاني واقول له ايه، انا عايز اكريت باوندري تاني واسميه مثلا اي بي سي اكتيف دايركتوري سايت، وحدد هنا التايب اكتيف دايركتوري سايت، واقول له براوز واختار المين ابلاي اوكي. بقى عندي اكتر من باوندري، بقى عندي اكتر من باوندري. طيب هيفيدني الكلام ده في ايه؟ ولا حاجه. بالنسبه للسيرفر ولا حاجه، ولا حاجه، بدليل ان هو عمل ديسكفري لكل الريسورسز سواء داخل هذا الباوندري او بره هذا الباوندري. انما من وجهه نظر الكلاينت، من وجهه نظر الكلاينت ايه وجه الاستفاده؟ لا، وجه الاستفاده كبير قوي. في 2012 عملوا حاجه ما كانتش موجوده في 2007. ايه بقى؟ حاجه اسمها باوندري جروبس. باوندري جروبس يعني ايه؟ هكريت باوندري جروب احط فيها مجموعه الباوندريز اللي عندي لسبب هقول لك عليه حالا. معايا؟ يعني بص انا هاجي هنا في الباوندري جروب واقول له انا عايز اكريت باوندري جروب هسميها اي بي سي، اي بي سي باوندري جروب. حلو كده؟ طيب الجروب دي انت عايز تحط فيها اني باوندريز؟ ما هو الباوندري جروب بتحتوي على شويه باوندريز. مفهوم الكلام؟ اد هتلاقي الاثنين اللي عندك اهو. مفهوم الكلام؟ قول له ده وده، ابلاي اوكي. استفدت ايه انا بقى بالقصه دي؟ اهو بص بيقول لك اي بي سي باوندري جروب تحتوي على تو ممبرز. مين هما التو ممبرز؟ لو عملت دبل كليك هتلاقيهم هما الاثنين. مفهوم الكلام؟ ولو رحت هنا فوق في الباوندري وقفت على ده وقلت له بروبرتس فرجني كده انت ممبر في اني باوندري جروبس، هيقول لك ايه؟ اي بي سي باوندري جروب. يعني انت ممكن تضيف باوندري جوه الباوندري جروب من هنا، تمام، او ممكن من عند الباوندري جروب نفسها، ماشي. ايه بقى وجه الاستفاده؟ ايه وجه الاستفاده؟ هقول لك على حاجه. دلوقتي احنا هندبلوي الكلاينتس. يعني ايه هندبلوي الكلاينتس؟ هنيجي هنا يا اخوانا بمنتهى البساطه، هنقف هنا في الاسيتس اند كومبلاينس، معايا ديفايس كولكشنز، ديفايس كولكشنز اول سيستمز، رايت كليك كده انستول كلاينت. بمنتهى البساطه معناها ايه؟ يعني سطب لي الكونفيجريشن مانجر كلاينت سوفت وير على مجموعه الريسورسز اللي موجوده داخل هذا الكولكشن. اول خطوه الكلاينت محتاجها علشان نبدا نسطب عليه سوفت وير ان هو اصلا يجيب ملفات السوفت وير. البروجرام نفسه، الكلاينت سوفت وير نفسه موجود فين؟ عند المانجمنت بوينت، صح؟ عند المانجمنت بوينت. طيب هروح اكلم الاكتيف دايركتوري لو انا عامل بابليش وهقول له يا اكتيف دايركتوري لو سمحت اديني معلومه تفيدني اقدر اوصل من خلالها للمانجمنت بوينت سيرفر اللي في هذا السايت. الاكتيف دايركتوري هيقول لي خد، بعد ما هنكستند السكيما ونببلش الانفورميشنز اللي المطلوبة جواها، ماشي؟ حلو، مركزين معايا ولا لا؟ طيب الكلاينت نفسه بقى لما يكونكت على المانجمنت بوينت ويداونلود البري ريكويزيتس فايلز ونبدأ نسطب السوفت وير، والسوفت وير بقى انستولد عليه خلاص، ما ينفعش اعمل له مانج من غير ما يجوين السايت زي ما اتفقنا مع بعض. حلو كده؟ في حاجة اسمها مانوال اساينمنت هبكلمك عليها بعدين، ان انت تروح على الكلاينت نفسه بعد ما سوفت وير ينزل وتقول له انت جوين السايت الفلاني. لا انا مش عايز كده، انا عايز اوتو اساينمنت. اوتو اساينمنت معناها ايه؟ انا عايز اوتو اساينمنت. اوتو اساينمنت معناها ايه؟ ها، اوتوماتيكالي تعين نفسك داخل هذا السايت.
انا ككلاينت لو انت عندك هيراركي كبير، اعرف منين انا اجوين اي سايت؟ ما هو ممكن يكون عندي هيراركي سنترال ادمنستريشن وتحت منه في برايمريز، صح؟ وكل البرايمري سايتس اللي موجوده عندي اللي ينفع الكلاينت يأساين نفسه بداخلها مببلشها نفسها داخل الاكتيف دايركتوري. يعني لو رحت كلمت الاكتيف دايركتوري قلت له يا اكتيف دايركتوري اديني لسته بكل البرايمري سايتس اللي موجوده عندك. ليه برايمري بس؟ لان الكلاينت ولا ينفع يجوين سنترال ادمنستريشن سايت ولا ينفع يجوين سكندري زي ما اتفقنا مع بعض معايا. فلو انا رحت كلمت الاكتيف دايركتوري قلت له يا اكتيف دايركتوري من فضلك لو سمحت اديني لسته زي ما انت وصلتني للمانجمنت بوينت كده، الله يكرمك قول لي مين السايتس اللي موجوده عندك علشان اجوين. الاكتيف دايركتوري هيقول لك والله في برايمري 1 وبرايمري 2 وبرايمري 3 مثلا. يعني انا عملت ايه؟ ما هو الاكتيف دايركتوري مش بيقول لك السايت وخلاص، ده بيقول لك السايت وبيقول لك الباوندريز والباوندري جروب الخاصه بيه. مفهوم الكلام؟ فتقوم انت تعمل ايه بقى يا ريس؟ تتشيك على الاي بي ادرس بتاعك او تتشيك على الاكتيف دايركتوري سايت ممبرشيب الخاصه بيك. والله لو لقيته بيقع داخل، بص بقى بقراها ازاي، داخل هذا الباوندري، وهذا الباوندري يقع داخل هذا الباوندري جروب، رايت كليك بقى على هذا الباوندري جروب اللي هو اي بي سي، جيب البروبرتس وانا هقول لك تجوين اني سايت. ريفرنسز دي هتفيدني في السايت اساينمنت، يوز ذيس باوندري جروب فور سايت اساينمنت. شايف بتتقري ازاي؟ نرسمها لك بقى علشان تفهمها، لان هي دي اصلا محور الليله كلها. بص يا سيدي، في 2007 كان في باوندريز انما ما كانش فيه باوندري جروب. لو انت عندك سايت واحد هتعمل اوتو اساينمنت، انما لو اكتر من سايت لازم تحدد له. بص انا عندي دلوقتي سنترال ادمنستريشن سايت، ده ماليش دعوه بيه، دي حته حشيش ملناش دعوه بيها. ليه؟ ها ليه؟ لان ده ملوش علاقه بالكلاينت اساينمنتس اصلا. معايا؟ حلو، ده بس جاست فور ادمنستريشن وريبورتنج، صح؟ طيب تحت منه في تشايلد برايمري 1 وفي تشايلد تاني برايمري 2، وليكن دول ديفرنت فيزيكال لوكيشنز. معايا؟ النتورك دي 192 168 1 0 على 24، والنتورك دي 192 168 2 0 على 24، ماشي؟ حلو. رحت جاي عامل باوندري لهذا السايت ورحت حطه جوه باوندري جروب. باوندري جروب ممكن تحط فيها 1 باوندري بس يحتوي على الايه؟ يحتوي على هذه السبنت، مفهوم؟ فاصبح عندي فيه باوندري، باوندري جروب واحد، ماشي، وكريت هنا باوندري جروب تاني، باوندري جروب اتنين، وباوندري جروب واحد دي حطيت جواها باوندري بيشاور على السبنت اللي هي 1-0، ودي حطيت جواها باوندري بيشاور على السبنت اللي هي ايه يا معلم؟ 2-0. حلو. طيب انا جيت هنا دلوقتي عندي سايت سيرفر طبعا، حلو، وبابوش الكلاينت انستليشن على هذا الايه؟ الكلاينت الغلبان. الراجل ده وصل للمانجمنت بوينت وعمل داونلود للفايلز اللي محتاجها وعمل انستليشن للكلاينت، حلو كده. اتبقى ان هو بقى ايه؟ يجوين نفسه للسايت. لما نيجي هنا نكلم الاكتيف دايركتوري هنلاقي ان في 3 سايتس موجودين عندنا، واحد سنترال واثنين برايمريز. انك انت لما تيجي تكستند السكيما، اي كونفيجريشن مانجر، اي سايت سيرفر بينزل وننشئ بيه سايت، المعلومه دي بتتكتب جوه الاكتيف دايركتوري، فبقى عندي اكتر من سايت جوه الاكتيف دايركتوري.
اكتف دايركتوري اجوين اي سايت فيهم، انا عندي اثنين دلوقتي. هيقول لي ايه؟ هيقول لي ما اعرفكش. فالاكتف دايركتوري مش هيفيدني هنا في الحته دي، انما مين اللي هيفيدني؟ اللي هيفيدني ان انت جاي هنا على الباوندري جروب الفلانيه وقايل لها ايه؟ ها انت مربوطه بالسايت اللي اسمه برايمري 1، اللي هي دي الحته اللي انا بقول لك عليها دي اهو. بص اهي، بص ادي الباوندري جروب، انت الريفرنس المرجع بتاعك السايت اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه بي ار 1 اي بي سي برايمري سايت. حلو، لا يكفيني انك تنستول السوفت وير، لازم ها لازم اجوين السايت علشان اكلم المانجمنت بوينت واخد منها البوليسي. عشان تقدر تمانج الكلاينت لازم يبقى جوين لهذا السايت. فاحنا دلوقتي بنتكلم في عمليه الاوتو اساينمنت، انا مش عايز اقعد بايدي واقول له انت يا كلاينت جوين هذا السايت، ما لو انا عملتها بايدي خلاص مش محتاج الهري ده كله. انما في الانتربرايزز الكبيره الموضوع بيكون مختلف، انا عايز اعمل اوتو اساينمنت. فبص بقى ايه اللي بيحصل. الكلاينت اللي انت عملت انستليشن للسوفت وير عليه يعمل ايه بقى؟ يتشيك على الاي بي ادرس بتاعه، يلاقي نفسه ممبر في السبنت 1.0. طب 1.0 دي باوندري، يقع في انهي باوندري جروب؟ والله يقع في الباوندري جروب ده رقم واحد. طيب باوندري جروب رقم واحد الريفرنس بتاعه انهي سايت؟ معايا؟ بي ار 1. يبقى انا وانا مغمض كده هو ده السايت بتاعي، ده النيتف سايت بتاعي، هعمل اوتو اساينمنت. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ يبقى الباوندري نفسه مش هيفيدني في حاجه، انما اللي هيفيدني الباوندري جروب. والباوندري جروب ينفع يبقى جواها باوندري واحد. يعني بص انا هنا ما قلتلكش انا هعمل اكتر من باوندري داخل هذه الباوندري جروب، مفهوم الكلام؟ يكفي باوندري واحد بس. من الاخر الكلاينت هيقارن الكونفيجريشن الخاصه بيه بالباوندري ده ويشوف واقع في انهي باوندري جروب، يشوفها مربوطه بانهي سايت، ينزل يقعد في هذا السايت اوتوماتيكالي. خلاص، يبقى لما نيجي نراجع مع بعض كده عمليه ان الكلاينت يجوين السايت بعد الانستليشن الخاصه بالكلاينت بنسميها سايت اساينمنت. حلو كده. وفي طريقتين عشان الكلاينت يجوين السايت، يا اما طريقه اوتوماتيك عن طريق الكونفيجريشن الخاصه بالكلاينت، الاي بي ادرس بتاعي يقع في انهي باوندري واشوف الباوندري ده داخل انهي باوندري جروب واشوفها مربوطه بانهي سايت فجوين هذا السايت، يا اما مانوال ان انت بعد ما تنستول الكلاينت نفسه، بعد ما تنستول الكلاينت نفسه تقعد على الجهاز نفسه بايدك وتقول له انت هتجوين السايت اللي السايت كود بتاعه كذا. يبقى تخلي بالك انك علشان تكونفيجر الاوتوماتيكالي اساين لسايت معين بناء عن الباوندريز والباوندري جروبس اللي انت بتكريتها هنا. ماشي، هو ده الهدف من الباوندري جروبس. مش هلاقي في باوندري ريفرنس؟ لا مش هتلاقي. ماشي، لو مانيوال بقى يا ريس يبقى انت هتقعد على الجهاز نفسه وبايدك تقول له ايه؟ ها اساين في السايت الفلاني. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ماشي، طبعا مانيوال ليها استخدامات. ايه استخدامها؟ ها ان انت مثلا الكلاينت يكون اوريدي اسايند لسايت معين، نقلته مثلا من لوكيشن للوكيشن تاني، فانت عايز تعمل ري اساين لسايت تاني. يعني انا قلت لك الكونفيجريشن مانجر ممكن يسبورت الانترنت بيزد كلاينت، مش شرط الانترنال بس، بس قلت لك مش كل الفيتشرز هتطبق عليهم. فاكر لما قلت لك المانجمنت بوينت هم ببلشها بالفول كواليفايد دومين نيم من ورا الفاير وول والكلام الفاضي ده؟ لما تيجي تنستول كلاينت عند انترنت كمبيوتر مش هتعرف تعمل اوتو اساينمنت لانه مش عارف كلام الاكتف دايركتوري اصلا. بتبدا بايدك تقول له ايه؟ انت جوين هذا السايت، مفهوم الكلام؟ وفي حاجه تانية مهمه جدا، لو انت مش مببلش المعلومه داخل اكتف دايركتوري ومعتمد على الدي ان اس بس، وانا قلت لك الكلام ده المره اللي فاتت، قلت لك انا باي ديفولت المانجمنت بوينت هي ببلش داخل الدي ان اس، صح؟ انما علشان تببلشها جوه الاكتف دايركتوري محتاجين ستيبس ثانيه، صح كده؟ لو انت اعتمدت على الدي ان اس علشان توصل من خلاله للمانجمنت بوينت، مفهوم؟ مش هتعرف تعمل اوتو اساينمنت ابدا بعد الكلاينت ما يحصل له انستليشن، لازم بايدك هتعمل مانوال اساينمنت. اخر حاجه برضو عايزك تبقى فاهمها، لو الكلاينت ما هوش واقع في الباوندري ده وانت عايزه يبقى كلاينت بس ما هوش في الباوندري ده، يبقى بتسطب السوفت وير وانت بايدك تقول له ايه؟ خش داخل هذا السايت مع انك مش في الباوندري، لان الباوندري اصلا مش فارقه بالنسبه لي انا كسيرفر، مش فارقه في حاجه. يعني انا مش فارقه بالنسبه لي ها انا همانج واحد جوه الباوندري ولا بره الباوندري، انا هيمني ده كلاينت وجاي بيكلم المانجمنت بوينت يقول لها هاتي البوليسي. طيب في
حاجة برضو تانية هناخدها مع بعض بس قدام شوية في الريفرنسز هنا، ان برضو البونتري جروب هيساعدك انك توصل للديستريبيوشن بوينت اللي عليها الكونتينت اللي انت هتعمل لها ديستريبيوت على الكلاينت، بس دي هنتكلم فيها لما نيجي نتكلم على الديستريبيوشن بوينت. مفهوم الكلام؟ طبعا نفس القصة برضو على الستيت ميجريشن بوينت علشان نحط البروفايل بتاعنا عليه ديستريبيوشن بوينت، ونفس الكلام ينطبق على الستيت ميجريشن بوينت، وهنعرف الكلام دوت قدام شوية. صعب الكلام. سيكيورتي مين له بيرميشن ان هو يلعب في الحتة دي؟ طبعا الادمنستريتور. ابلاي اوكي.